احنا عمرنا ما كان عندنا الفن طريق يعني او عندنا هدف معين مادي في الفن عامه. فاحنا كان عندنا احنا الفن عندنا رساله ورساله نبيله جدا، فلازم ناخذوها بعين الاعتبار. يعني انا عندي 4 ديال الاعمال، اخر اعمال عملتها مع ملحن جزائري اللي هي نحلف بالله هذا جزائري عاش في الحدود الجزائريه المغربيه وكيحب المغرب وكيبغي الشعب المغربي وحالف بالله على انه غيجي يوم وغادي يعاود يدخل المغرب. هذا موضوع جميل جدا، فانا كنتظر المناسبه اللي غتنزل فيها هذه الاغنيه اللي غادي ان شاء الله باذن الله لما تولي الامور. حنا كنطلبوا من الله كما جميع المغاربه ولا ملكا وشعبا كيطلبوا بهذه المساله، لما تقضي الامور غتكون هذه الاغنيه ان شاء الله محلوده وغادي يكون عندها وقع. يعني غادي تجي واخا تسجلات وتصورات وهي في يوتيوب، وانا غادي كنوعدكم الاذاعه ديال ميديا انا غنبعث لكم بهاد المواضيع غتسمعوا 4 الاغاني 4 ان شاء الله شي 4 تصوروا وتسجلوا ومحطوطين كينتظروا غير الوقت المناسب. غير هو تعقيب على يعني الملحن الجزائري اللي كيحلف انه يدخل يعني تفتح الحدود، راه كاين ماشي هو فقط، راه عشرات الالاف من الجزائريين اللي هما على الحدود الجزائريه المغربيه وايضا الملايين الجزائريين اللي وسط الجزائر كيتمنوا وقتاش تفتح الحدود، وهو كيتكلم بلسان الجزائريين. هذه تسمى رساله، يعني ما تكلمش على نفسه كشخص، هو كيتكلم على واحد الفئه كبيره في الجزائر، وهو المنظور ديالو يعني الموقع ديالو المحيطين ديالو خدا الموضوع، يعني كيشوف الناس كلهم عندهم واحد اللافه باش يعاودوا يرجعوا يدخلوا للمغرب، فهو ما كيتكلمش على نفسه فقط. هذا هو الفن، هذا هو الفن.